مساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من حلقات اخبار اون تايم، وان شاء الله تكون حلقه مميزه. وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم، هيكون عندنا هنا جوله في الساحه المحليه، وده من خلال اخبارنا الخاصه. وكمان هنتابع مع حضراتكم كل الكواليس الجديده في كره القدم العالميه، اكيد كل ده تحت شعار ان كل شعوب العالم بيختلفوا في لغتهم وكمان في عاداتهم وفي تقاليدهم. حاجه واحده دايما بتجمعنا اكيد هي رياضه، وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم هنبتدي باهم وابرز العناوين. اليوم منتخب شباب اليد يواجه الجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية. اليوم 4 مباريات في الجولة 33 من الدوري الممتاز. فيريرا يرفض منح لاعبي الزمالك راحة استعدادا لمواجهة إسترن كومباني. مجلس أبو ظبي الرياضي يطرح تذاكر السوبر المصري بين الزمالك والأهلي. وعالميا مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة أوباميونغ. ومن العناوين هنروح مع حضراتكم سريعا لتفاصيل أخبارنا، وهنبتدي البداية هتكون من كرة اليد، وتأهل منتخب مصر لكرة اليد للشباب لنهائي كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليا في رواندا، بعد ما فاز على منتخب أنجولا بنتيجة 33-24 في مباراة الدور قبل النهائي امبارح. وفرض منتخب مصر بقيادة كابتن صابر حسين المدير الفني سيطرته على المباراة من بدايتها، وانهى الشوط الأول لصالحه متقدم بنتيجة 17-12، واستكمل تفوقه في الشوط الثاني عشان ينهي المباراة لصالحه بنتيجة 33-24. ومن المقرر أنه يلتقي منتخب مصر مع منتخب الجزائر اليوم في نهائي البطولة، بعد ما قدر المنتخب الجزائري أنه يفوز على منتخب تونس في الدور قبل النهائي، وبتضم قائمة اللاعبين يوسف حاتم، يوسف وليد، يوسف ناجي، راضي محمد، آدم البشري، هشام صلاح، محمد سمير، مروان حاتم، عمر ناصر، أحمد سامح، عمر الفولي، مهاب سعيد، محمد رفاعي، محمد عماد، عمر شريف، محمد طارق، محمود عبد العزيز. وفي كرة السلة حقق امبارح منتخبنا فوز مهم على منتخب تونس بنتيجة 67-61 في افتتاح مباريات المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023. قدم المنتخب مباراة متميزة وأنهى الربع الأول متقدم بنتيجة 21-13، وشهد الربع الثاني قمة الإثارة ما بين المنتخبين، انتهى بالتعادل بنتيجة 31-31. وفي الربع الثالث رجع منتخب مصر وفرض سيطرته وأنهى متقدم بنتيجة 54-43، قبل ما يختتم الربع الأخير بالفوز بنتيجة 67-61. هيواجه النهاردة نظيره منتخب الكاميرون الساعة 5:30، وده يكون ضمن منافسات المرحلة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة السلة 2023. بيسعى أكيد منتخب مصر أنه يوصل للنهائيات كأس العالم لكرة السلة بعد غياب من نسخة 2014. وكمان هيفتتح اليوم منتخب مصر للكرة الطايرة رجال مشواره في بطولة العالم للكرة الطايرة، واللي انطلقت امبارح في سلوفينيا وبولندا، وهتنتهي يوم 11 سبتمبر قصاد هولندا في المواجهة اللي بدأت منذ قليل. وبيقع منتخب مصر ضمن المجموعة السادسة، واللي بتضم الأرجنتين وهولندا وإيران، وبتضم قائمة منتخب مصر صانع ألعاب حسام يوسف وأحمد فتحي، وفي مركز أربعة محمد مصطفى، أحمد سعيد، أحمد ضياء، عبد الرحمن الحسيني، في مركز ثلاثة محمد عادل سلامة، محمد المهدي، محمد مجدي، عبد الرحمن سعود، وليبرو محمد رضا ومحمد رمضان، ومركز اثنين رضا هيكل وأحمد قطب، والمدير الفني هو حسن الحصري. والمباراة مذاعة مباشرة على On Time Sport 3 الآن. دي كانت جولة سريعة في أخبار الألعاب الأخرى، نروح دلوقتي معاكم ونشوف آخر أخبارنا المحلية مع كرة القدم.
النهارده هتختتم مباريات الجوله 33 من مسابقه الدوري الممتاز بمجموعه من المباريات. هتنطلق الساعه 4 مباراه انبي والاسماعيلي على ملعب المقاولين العرب، وهتذاع على اون تايم سبورتس 1، والساعه 5:30 فاركو هيستضيف غزل المحله على ملعب استاد اسكندريه، وهتكون على اون تايم سبورتس 2، والساعه 8 البنك الاهلي هيحل ضيف على ايسترن كومباني على استاد بترو سبورت، وهتذاع على اون تايم سبورتس 2، وفي نفس التوقيت الاهلي هيقابل طلائع الجيش على ملعب الكلية الحربية، وهتكون مذاعة على اون تايم سبورتس 1. أكيد هيدخل فريق النادي الأهلي النهارده اختبار صعب قصاد طلائع الجيش في لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة طبعا لقاءات الفريقين في السنوات الأخيرة. فاز النادي الأهلي على أنفي بهدفين دون رد في المباراة اللي فاتت دي، وتعادل طلائع الجيش مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق. بيحتل دلوقتي النادي الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري ورصيده 67 نقطة بعد ما لعب 32 مباراة وحقق الفوز في 19 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 3 مباريات، وسجل لعيبة النادي الأهلي 58 هدف وتلقى شباكه 20 هدف. بيحتل طلائع الجيش المركز الخامس ورصيده 50 نقطة من 32 مباراة، فاز في 12 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبته 25 هدف وتلقى شباكه 24 هدف. أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي امبارح طرح تذاكر كأس السوبر المصري، واللي بيجمع ما بين الزمالك والأهلي في استاد هزاع بن زايد يوم 28 أكتوبر اللي جاي. كان مجلس أبو ظبي الرياضي أكد في وقت سابق أن المواجهة المرتقبة طرفي الكلاسيكو المصري الأشهر عربيا وهما بطل الدوري والكأس الزمالك والوصيف الأهلي هتقام يوم 28 أكتوبر المقبل الساعة 7 بتوقيت القاهرة، وبتعتبر دي المرة الخامسة اللي هتحتضن فيها الإمارات مباراة كأس السوبر المصري بعدما أقيمت في 2015 في استاد هزاع بن زايد، وفي 2017 في استاد محمد بن زايد، وفي 2018 في استاد هزاع بن زايد، وفي 2020 في استاد محمد بن زايد. كمان ثنائي نادي الاهلي المتالق مع نادي سموحه محمد شكري واحمد رمضان بكم بنسبه كبيره جدا هيستمروا مع فريق سموحه، وعشان كده نادي سموحه طلب من نظيره النادي الاهلي ان هم يجددوا اعاره الثنائي احمد رمضان بكم ومحمد شكري لصفوف الفريق السكندري لمده موسم اضافي، ومن المنتظر انها تشهد الساعات المقبله تطورات اكيد في صفقه استمرار الثنائي في صفوف سموحه من عدمه، في ظل طبعا رغبه اكثر من نادي ان هم يحصلوا على خدمات الاثنين لعيبه. كمان قربت لجنة التعاقدات جوه النادي الأهلي إن هي تنهي صفقة الجناح الأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف نجم نادي النصر السعودي بعد الاتفاق على إعارته لمدة موسم مع وجود بند بأحقية الشراء. وكمان في دلوقتي انقسام جوه إدارة النادي الأهلي على إتمام الصفقة دي بسبب عدم ثبات مستوى النجم الأوزباكي الفترة الأخيرة، في ناس بتنادي بالانسحاب من الصفقة وفي ناس مؤيدة كمان لإتمام الصفقة. وبيحسم مجلس إدارة النادي الأهلي مصير البرتغالي ريكاردو سواريش خلال الأيام اللي جاية. تلقى المجلس خلال الساعات اللي فاتت دي سير ذاتية للعديد من المدربين، يمكن أبرزهم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة، وكمان وحيد خليلوزيتش. وبكده بتخلص أولى فقراتنا، نطلع دلوقتي مع حضراتكم سريعا لفاصل وهنرجع ونكمل بقية فقراتنا هنا في أخبار أون تايم، خليكم معنا. برحب بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين معاكم أخبارنا، ونروح دلوقتي معاكم لأخبار نادي الزمالك. ورفض المدرب البرتغالي جوزفالدو بيريرا إن هو يدي اللعيبة راحة من التدريبات النهاردة بعد التعادل قصاد المصري بورسعيدي مساء أمس في الدوري، وبيستأنف نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة إسترن كومباني والمقرر ليها يوم الثلاث في الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الممتاز.
كمان بيواصل مسؤولي نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية عشان يقدروا ان هم يدعموا صفوف الفريق ويستمروا في المنافسة على الألقاب. بيسعى اكيد مسؤولي نادي الزمالك ان هم يدخلوا في مفاوضات مع اللاعب الغاني براندن تاكيبي مهاجم لودوغوريتس راسغارد البلغاري، وده طبعا لتدعيم الخط الهجومي للفارس الأبيض في الفترة اللي جاية دي. وبينتظر مسؤولي نادي الزمالك قرار البرتغالي فيريرا عشان يحسموا التعاقد مع اللاعب الغاني، وكمان بتزداد فرص الزمالك في التعاقد مع اللاعب الغاني. هو إجادته للعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر، وهو ده اللي بيدور عنه فيريرا في الصفقات الجديدة. نروح معاكم للمنتخب الوطني وحدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول مكان إقامة معسكر الفراعنة اللي جاي خلال فترة التوقف الدولي، وقرر المدرب البرتغالي أنه يخوض مباراتين وديتين للفراعنة في معسكر سبتمبر المقبل، وهيكون المعسكر في اسكندرية بعد ما عمل جولة. وكان فيتوريا تفقد ملعب اسكندرية وملعب برج العرب، والتقى خلال الجولات دي بمدربي الاتحاد وسموحة وفاركو، واتأكد خلاص من جاهزية المدينة ومن ملاعبها عشان يستقبل معسكر المنتخب الأول. كمان إدارة نادي بيراميدز اتسع ان هي تتعاقد مع عبد الله جمعه لاعب نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عشان يدعموا صفوف الفريق. كمان عبد الله جمعه عايز ان هو ينتقل لصفوف بيراميدز، بس طلب الأول الحصول على موافقة إدارة نادي الزمالك وحسم الأمر والموافقة على انتقاله. وبكده خلصت فقرتنا الإخبارية المحلية. نطلع دلوقتي مع حضراتكم سريعا لفاصل، وهنرجع ونكمل بعد كده معاكم بقية أخبارنا وبقية فقرتنا هنا في أخبار أون تايم. خليكم معانا. برحب أكيد بكل مشاهدينا مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع حضراتكم فقرة الكورة العالمية. النهاردة مجموعة كبيرة من المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة. هنبتدي مع حضراتكم بالدوري الإنجليزي والجولة الرابعة. ساوثهامبتون هيقابل مانشستر يونايتد الساعة 1:30، برنتفورد هيقابل أفرتون الساعة 4، برايتون وليدز يونايتد هيتقابلوا الساعة 4، وتشيلسي مع ليستر سيتي برضو الساعة 4، ليفربول وبورنموث الساعة 4، والمان سيتي مع كريستال بالاس في نفس التوقيت الساعة 4، وأرسنال وفولهام هيتقابلوا الساعة 6:30 مساء. نروح بقى للدوري الأسباني والجولة الثانية أو الثالثة من الدوري الأسباني. ألتشي مع ريال سوسيداد الساعة 5:30، ورايو فايكانو مع ريال مايوركا الساعة 7:30، وألميريا مع إشبيليا الساعة 10 مساء. نروح للدوري الإيطالي والجولة الثالثة. اليوفنتوس مع روما الساعة 6:30، وميلان مع بولونيا الساعة 8:45 دقيقة. وأخيرا مع البونز ليجا في الجولة الرابعة، هيرتا برلين مع بروسيا دورتموند الساعة 3:30، وبايرن ميونخ مع بروسيا مونشنجلادباخ الساعة 6:30. واضح كده ان نادي مانشستر يونايتد كمان نجح ان هو يتفوق على تشيلسي في سباق التعاقد مع اللاعب الجابوني اوباميانج لاعب برشلونه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وده وفقا لصحيفه الديلي ميل، واللي قالت ان المان يونايتد بيجهز عرض حوالي 25 مليون استرليني عشان يحسموا الصفقه. وقالت كمان ان برشلونه مش هيمثل اي عائق في رحيل اوباميانج بسبب معاناه النادي الكتالوني ماليا. برشلونه ضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الميركاتو الصيفي الجاري، وده اللي خلى أوباميانج لاعب بديل في تشكيلة المدرب تشافي هرنانديز. كمان المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي وضح كلامه بشأن موقف ريتز من عمل صفقة جديدة قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري، وقال نعم أنا الذي قلت أننا لسنا بحاجة إلى لاعب خط وسط جديد، لقد كنتم على صواب بشأن حاجة ليفربول لصفقة جديدة وأنا من أخطأ. الآن سنعمل في الميركاتو من أجل لاعب وسط جديد. واختتم المدرب الألماني كلامه وقال سنفعل شيئا ما في الميركاتو، لكن يجب أن يكون صحيح.
كمان فريق نابولي الإيطالي دخل في مفاوضات جادة عشان يتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من سوء الانتقالات الحالية. وقالت تقارير صحفية في إيطاليا إن واحد من المسؤولين في نادي نابولي أكد إن إدارة النادي دخلت في مفاوضات جادة مع خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو عشان يضموه للفريق. وكمان قال إن انضمام رونالدو للفريق مرتبط ببيع اللاعب النيجيري أوسيمين لفريق مانشستر يونايتد مقابل 140 مليون يورو. ولكن وبحسب التقارير فإن في احتمالية لعدم إتمام الصفقة لأن اللاعب أوسيمين مش مقتنع بفكرة الانضمام للمان يونايتد لرغبته في اللعب في دوري أبطال أوروبا. وهينتهي عقد رونالدو مع مانشستر في نهاية الموسم الحالي يوم 30 يونيو 2023، وهو أكيد عايز إن هو يشارك في دوري أبطال أوروبا في الوقت اللي هيشارك فيه مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي. وفي حالة انتقال كريستيانو رونالدو لنابولي فإن هو هيواجه ليفربول وأيكس أمستردام وجالاكس رينجرز في المجموعة الأولى. دي كانت جولتنا الإخبارية السريعة جدا. دلوقتي هنروح معاكم بقى لفقرة أخبار العالم. هنبتدي جولتنا مع الصحافة العالمية والصحف الأسبانية، تحديدا صحيفة ماركا، واللي ركزت على راؤول جونزاليس مدرب الفريق الثاني لريال مدريد. وكتبت راؤول أسطورة رقم 7 لريال مدريد يبدأ الموسم الرابع بفريق متجدد للغاية والكثير من المواهب. وكمان اهتمت بسباق إسبانيا للدرجات الهوائية وفوز الأسباني خاسس بالمرحلة السادسة، وكتبت خاسس يحقق الثنائية. أما صحيفة سبورت فركزت على تطورات تسجيل رابطة الدوري للمدافع كوندي لاعب برشلونة، وكتبت كوندي نعم. برضه اهتمت الصحيفة بتصريحات جوارديولا على اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا، وكتبت جوارديولا برناردو سيلفا سيبقى على المان سيتي. الصحيفة اهتمت برضه بفوز سيلتا فيجو على جيرونا 1-0 في الدوري الأسباني. أما صحيفة الموندو فركزت على تسجيل رابطة الدوري الأسباني للمدافع الفرنسي كوندي كلاعب لبرشلونة، وكتبت كوندي أخيرا. الصحيفة اتكلمت عن قرعة الدوري الأوروبي، وكتبت ريال بيتيس وريال سوسيداد يتعرفان على المنافسين. وفي إنجلترا ركزت صحيفة ذا سن على تطورات رغبة تشيلسي لضم ويسلي فوفانا لاعب ليستر سيتي، وكتبت ويسلي نهاية الصبي. كمان اهتمت الصحيفة بالمان يونايتد ودعم المدرب الهولندي للثنائي سانشو وماركوس راشفورد، وكتبت تنهاج يدعم ثنائي الأسود. وفي فرنسا صحيفة لوكيب ركزت على لقاء لانس وران في الدوري الفرنسي، وكتبت لانس من أجل مواصلة انطلاقته القوية. كمان اتكلمت عن فوز لال على أجاكسيو 3-1، وكتبت لال الجمال. الصحيفة اهتمت برضو بصفقات انتقال المدافع الفرنسي وسلي فوفانا من ليستر سيتي لتشيلسي، وكتبت فوفانا صفقة قياسية. وبكده بتكون خلصت جولتنا في الصحافة العالمية. نطلع مع حضراتكم الفاصل ونرجع ونكمل بقية فقرتنا هنا في أخبار أون تايم. خليكم معنا. برحب أكيد بكل مشاهدينا مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع حضراتكم آخر فقرتنا وهي فقرة وان شوت. وان شوت النهارده بره كوره القدم، وتحديدا بقى من لعبه الجودو اللي حققت فيها سجده موسى لاعبه المنتخب الوطني انجاز تاريخي ليها وللعبه كمان في مصر وفي العالم، وهي احتلالها المركز الخامس خلال مشاركتها في منافسات وزن ال 63 كيلو في بطوله العالم للناشئين والناشئات، والمقامه دلوقتي في البوسنه في انجاز طبعا تاريخي غير مسبوق بالمره. سجدة بدأت مشاركتها في البطولة دي بالفوز على بطلة ليتوانيا في دور ال 32، وبعد كده فازت على بطلة اليونان في ثمن النهائي، وبعد كده فازت على بطلة أمريكا في الدور ربع النهائي قبل ما تخسر في الدور قبل النهائي قصاد لاعبة منتخب النمسا، وبعد كده الخسارة قصاد بطلة سلوفاكيا في مباراة الميدالية البرونزية. طبعا ده إنجاز كبير جدا لمصر في لعبة الجودو، بيحصل لأول مرة في بطولة عالم كبيرة زي دي، وطبعا لاعبة زي سجدة عندها إصرار كبير جدا إن هي تحقق حاجة مشرفة ليها والبلد ولاسرتها، ووفروا ليها اكيد كل الدعم المعنوي اللازم عشان تكمل وتوصل للمكانه دي. كمان
كمان مجلس إدارة اتحاد الجودو وفر للاعيبة كل الدعم اللي هي كانت محتاجاه في الجودو المصري، يعني بيسير دلوقتي على الطريق الصحيح واللي حققته ساجدة موسى في بطولة العالم الحالية هو أكيد خطوة على طريق مليان بالإنجازات إن شاء الله في الأوقات اللي جاية. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة من أخبار أون تايم، إن شاء الله نتقابل على خير في حلقة جديدة بكرة في نفس الميعاد. أشوفكم على خير.